السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي ام بلال؟ عاملين ايه النهاردة؟ في مطبخ ام بلال هنقلي البطاطس. عايزين للمعلومة بقى، ان شاء الله هنقلي البطاطس. البطاطساية هتاخد مني 4 نقط زيت، 4 نقط زيت. نجيب القطارة ونعلق ازازة الزيت في المحلول زي ما انتم شايفين كده، وننزل 1 2 3 4، 4 نقط زيت. وبعد ما ننزل بال4 نقط زيت ننزل بالبطاطس بتاعتي، هتبقى احلى بطاطس مقليه ب4 نقط زيت. ايه رايكم؟ فكره جميله وعبقريه، وهتخلي كل ست تحافظ على ازازه الزيت، هتقعد معاكي فتره طويله. طب يا ام بلال، احنا هنا اهو جبنا القطاره عشان نعمل البطاطس المقليه، لو حبينا نطبخ الرز يلا تعالى نخش على الرز نطبخه ازاي. في الوصفة دي مش محتاجين قطارة الزيت. هنجيب الحلة بتاعتي، طبعا الزيت هيفضل زي ما هو كده هوت، مش هتحركيه من مكانه عشان كل ما تحتاجي نقطة تاخدي منه. ده للحاجات المقلية، السمك كل سمكية نقطتين زيت بعد اذنكم، اما البطاطستين هتحطي 4 من 4 ل5 نقط زيت. نيجي بقى للرز. الرز هتحطي له 2 سنتي زيت زي ما انا عامله كده. شوفي السرنجه بتيجي عندك 2 4 6 8، نص كيلو الرز هتحطي له 2 سنتي زيت، وكده خلي بالكم انا عامله ببزغ. انزل بيه في السرنجه، بالسرنجه في الحله، وانزل بالشعريه بتاعتي، وكده هيبقى معايا احلى رز بالشعريه ب2 سنتي زيت. ولازم نحارب الغلاء و غلو الاسعار، ولازم نقتنع اللي احنا لازم نمشي على طول بالسرنجه بتاعتنا وبالمحلول. ووصفه جديده مع ام بلال البورسعيديه، مع الزيت والمحلول. فيدي واستفيدي عشان الكل يستفيد. يا ريت نشير الفيديو عشان الكل يستفيد ونعرف ازاي نوفر قبل رمضان. مع السلامه في قناه ام بلال البورسعيديه.